بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وقلنا إن الأرض التي نسكن عليها إما بر وإما بحر. بر بنسميه اليابسة، واليابسة دي طرق السير فيها متعددة، تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تركب، وكل ركوبة حسب قدرة الراكب، فهذا يركب حمارا وهذا يركب فرسا وهذا يركب كذا، وتستطيع أن تتحول فيها من مكان إلى مكان. أما البحر فشيء لا يكون إلا محمولا في شيء، ما يقدرش يخط فيه، يغرق يموت. يبقى كون عمل لنا السفن دي آية من آيات الإيه الحق. عمل لنا السفن، طبعا احنا عارفين ان اول ربنا ما عمل لنا السفن ايام نوح، ودليل على ان دي صنعة ما كانتش معروفة، ويصنع الفلك وكلما مر على ملأ من قومه ايه سخروا منه، قالوا ايه تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه تسخرون. وكانت شوية الواح من الخشب ومعمولة بايه مربوطة بحبال، اللي احنا شفنا لها نظير في الرجل اللي حب يروح على وراء سفينة البردي وبرضه يربطها بشوية حبال ويمشي ويمشي بيها. كون الحق سبحانه وتعالى يهدينا بواسطة نبي من الأنبياء إلى مركب من المراكب اللي تخلينا ننتفع بثلاث تربع الأرض دي رحمة بنا، وسع علينا أمد الإيه أمد التسخير. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. ولذلك انت الحق سبحانه وتعالى يمتن علينا كده. الاول بتمشي بالايه بالقلع والريح ايه يدفعها، وبعد ذلك الربان الماهر يستطيع بتسفيح القلع انه يمشيها كده ويمشيها كده ويمشيها كده، يقول لك بيسفح. يسفح يعني ايه؟ يخلي يمشي كده يمشي كده يمشي كده على حسب الايه، وبرضه يستطيع انه ايه انه ايه يمشي. فكان الريح هو الايه هو الاصل. وبعدين بعد العالم ما تقدم في الابتكارات وجي عصر البخار، استطاعت الباخره تمشي بدون الايه بدون الريح، وبعدين تمشي بالكهرباء وتمشي بالاشعاع بالايه وتمشي بالايه وتمشي بالايه. فقال لك طب والريح؟ خلاص ان يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره. لا، يقول له هو يسكن الريح وبرضه البخار يعمل ايه؟ نقوم نقول له ما هو انت خدت الريح على انه الهوى بس، انما لو نظرت الى كلمة الريح ومعناها وجدتها القوة المطلقة، القوة المطلقة، بدليل ان الله ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى الريح هو القوة المطلقة، بس كانت في البداية هي الايه شوية الهواء، وبعدين جت قوة تانية، قوة بخار، قوة تيار كهربائي، قوة اي، خلاص انتهت المسألة. وتجد الآية ان يشأ يسكن الريح يسكن القوة ما يجيش هواء. ادي واحدة. طيب برضو هنعملها بالبخار، تتعطل آلة البخار خلاص. طيب هتيجي بالكهرباء، ايه المكان اللي بتولى الكهرباء تقف؟ يحصلش كده؟ إذا ينشأ يسكن الريح ماشية ولا مش عارف. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وبعد ذلك حينما تكلم عن البحر قال ده المزنق الوحيد، لأن في البر لما تيجي المضايقة الإنسان له منافذ متعددة، إنما في البحر مسألة مش أبدا. وظنوا انهم ايه قد احيط بهم، مش كده ولا لا؟ حتى اذا كنتم في الفلك
وجرينا بهم بريح طيبة وفارحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم، ما عادش فيه منفذ بقى، ما يعملوا إيه؟ قال لك الإنسان عادة لا يسلم نفسه، ومن حكمة الله إن هو يجل عنده الأمل مرتبط، يقول لك يمكن تجي لي نجدة من هنا، يمكن تيجي من هنا، يمكن الطيارة تشوفني، يمكن مش عارف إيه، يمكن إيه. المؤمن يقول لا، ده أصلا اللي يا رب يغنينا على الحكاية دي كلها. الله. إذن إحنا لما نيجي بقى في الحتة دي بقول وإذا مسكم الضر في البحر، الضر اللي هو إيه بقى؟ اللي احنا قلنا عليه دي، جت ريح عاصف، جت امواج، جت مش عارف ايه، مسكهم الضر. يقوموا الناس اللي حتى الكافرين بو ما يبيعوش نفسهم رخيص. طب انتوا بتعبدوا آلهة في المزنق ده، مش تقولوا يا آلهة تعالوا شوفوني؟ هم عارفين انها كلام كذب، ولا هتيجي ولا هتعمل ولا هتتنقل ولا تعمل ولا هيجاية ولا اي حاجة. هم ما يلاقوش الا مين؟ يا الله يا رب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. معنى ضل من تدعون يعني إيه؟ ذهب عن بالكم من ادعوتموهم آلهة، ما يجوش على بالكم أبدا. ليه؟ هو هيغش نفسه؟ هيغش نفسه إزاي يجيب آلهة؟ يعمل إيه؟ يقول يا هبل تعالى، أنا عارف إن الهبل لا جاي ولا أي حاجة، وهو بإيه؟ وهو عايز إيه؟ حاجة تنقذه. يوم الباطل يذهب عن مخيلته ولا يجي أبدا ويستبعده. ضل من تدعون إلا إياه، ذهب عنكم وغاب ولا تفتكروه أبدا. ليه؟ لأن حتى مجرد فكرتكم له يضعف ثقتكم في من تدعونه هو والله. لك لا، ما تجيبش السيرة دي خالص. ولا ضل من تدعون إلا إيه؟ إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ضل يا ذهب وغاب عن خاطركم. لا تقول لا هبل ولا أصنام ولا إلى آخره، ما يجيش على بالك أبدا. ليه؟ لأن مجرد خطوره على بالك يضعف ثقتك في الله اللي أنت عايز معنته. يوم تيجي في بالك دي إزاي؟ ما تجيش أبدا في بالك. ولذلك إحنا قلنا زمان القصة إن الراجل الحلاق اللي في البلد وهو اللي قائم على إيه؟ بيطهر العيال وبيدويهم، وهو اللي عمال يجري واللي عمال يروح يحط ششم ويحط مش عارف ايه والمكسور يداوي. وبعدين جه وبلد ربنا فتح عليه من ابناء القرية وبقى طبيب، وجه بقى في البلد كده من حظ الحلاق انه يعمل ايه؟ انه بقى يكسر فيه. هو يعرف حاجة لشفيت وبعدين بقى ابنه مرض، ما عودش يدعبس فيه بعكه بقى، يروح بالليل كده مخبط على الدكتور واخد ابنه، ما يكذبش نفسه. هي دي. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون، ذهب عن خاطركم وذهب عن بالكم، لأنكم أنتم عايزين اللي ينقذ بحق، وأنتم تعلمون أنهم لا ينقذون ولا يسمعون ولا ينفعون ولا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه هو بس. طب وبعدين برضو سمع لكم، لأنه هو قايل في آية فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فقبل الله ضراعتهم لأنه طلبها منهم. لما تنزل قول يا رب. الله، رب عمال بيقول لك لما تنزلي ادعيه، واللي حدثنا مش هيجي على بالك لكن برضو ادعيه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الكون المسخر للانسان سماء وارض وبحر ومش عارف سب، قالت الارض يا ربي ائذن لي ان اخسف بابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك وكفر اي شكر، وقالت الجبال ائذن لي يا رب ان اخر على ابن ادم، وقالت البحار يا رب إذن لأن أغرق ابن آدم طعم خيرك وكفر شكرا. فماذا قال الحق؟ دعوني وما خلقت، لو خلقتموهم
لرحمتموهم. دعوني فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ابعدوا عنه برضه. فلما نجاهم أهدي، فلما إيه برضه ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم أن يعبدوا غيره وأن يؤذوا النبوة وأنهم يقفوا أمام الدعوة، غفرهم لأنه رب، وما دام رب يبقى رحيم، وما دام رحيم وسمعوا كلامه قالوا البأساء فتضرعوا إليه. فلما نجاهم إلى البر، ليت الجميل نفع، وظلوا متعلقين بالرب الذي أنقذهم ساعة الضر، وضل من تدعون إلا إياه يا رب. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، برضه هي هي، وكان الإنسان كفورا. يكفر النعمة، مش بس دي قريبة، طب بلاش أني خلقت لأنك ما شفتش الخلق دي، الطبيعة جابتك، إنما في المزنة، أو خلينا في المزنة اللي مشاهد لك ده. وكان الإنسان إيه كفورا، وكفور دي صيغة إيه مبالغة. طب انت يعني اعرضتوا ليه؟ هو انا يعني ما اقدرش اعمل فيكم في البر زي ما كان في البحر؟ ولا انت لما جيت البر خلاص يعني البر بقى امان؟ ولذلك يقول لك البر امان، يقول له لا يا اخوي ده البر امان بيننا وبين بعض. انما هناك لا مش امان. افامنتم يعني انا جوت من الضر في البحر، وبعدين امنتم من ان يصيبكم ضر اخر في البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ طب ما يخسف بكم، فخسفنا به وبداره الأرض، مش عايز البحر يا سيدي، خلينا هنا في البر. أو يرسل عليكم حاصبا، ريح كده فيها الحصباء تقعد تبطحكم وتعوركم وتموتكم رجما، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ما فيش ناصر لكم، هتبقوا في البر. انتوا لما جيتوا البر أمنتم، نجوتم امن وامنتم، وانتم امنتم ايه؟ طب ما نقدر اخسف بكم جانب الايه؟ يبقى اذا خطري مش في البحر بس، خطري اقدر اعمله فين؟ في البر. ثم لا تجدوا لكم وكيلا. طيب ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى؟ طب ما يجيبكم في البحر تاني. يبقى اذا لا مجال للامن اللي مفت اللي خليكم تلتفتوا عن الله. ليه؟ لان انتم كنتم نجيتوا من البحر، يقدر برضو يجيب لكم المتاعب في مين؟ في البر. وبرضو من الممكن ان تتعرضوا مره ثانيه لمين؟ للبحر ثاني. انجوتم فامنتم ان يخسف بكم جانب البر، او يرسل عليكم حاصبا ريح فيها حصباء، ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، يعمل لكم مزنق تاني برضو في الإيه؟ في البحر، وبعدين فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قاصف، القاصف هو الذي يكسر بعنف وشدة، شيء يقصف ويكون إيه يعني شديد كده، زي ويكون ولا يكون إلا في اليابس. قاصفا من الريح فيغرقه بما كفرتم بسبب كفركم. ليه؟ لأن التجربة الثانية في البر رحتم عادي حصل، وهنا دي أدنتوا جيتوا تاني، هذه تجربة تانية. بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الإنسان في الحياة حين يكيده خصم من الخصوم بأي عمل من الأعمال ثم يعجز عنه، إكذاب نفسه يقول ده حيجي لي عزوتي، وإن عمل في حاجة العزوة بتاعتي هتيجي تعمل إيه؟ تتتبعه. أنتوا عارفين تتبع الطار؟ أهو هو التبيع ده، فيه تابع وفيه تبيع. التابع هو الذي يتبعك لعمل شيء فيك، والتبيع هو الذي يوالي. بنشوف احنا لما يتكلموا في الطار ولا بتاع انهم يقعدوا يقعد في مصر ولا بتاع ولا حاجه زي، لانه عمل جريمه، يقعدوا متتبعينه بال 20 سنه وبال 25 سنه ويقعدوا يتتبعوه. اهو ده التبيع. قال لك انتم هنعمل فيكم العمليه ده اهي، وبعدين ما فيش حد يعمل ايه؟ ما فيش حد يتبعنا علشان ياخد لكم الطار بتاعكم. فاذا الامل اللي عندكم في ان غيركم
يجي يقف ليا وياخد طاركم ما فيش مش موجود. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه أي في البحر أو الضر في البحر تارة أي مرة أخرى وبعدين يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به إيه؟ به تبيعة. يعني أنا لا أخاف رد الفعل. كل جريمة من الجرائم الناس تخاف تعملها مخافة رد الفعل. يقول لك إيه أنا فلان كذا شتمني وبعدين إيه ضربته قلم. يقول له يا أخي اللي ضربته قلم دي وقت ابنه يجي ليك ولا أخوه ولا عمه ولا اللي متعصب له يعمل فيك كذا 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 كذا. يبقى إذن هو ما خدش ما عارفش رد الإيه رد الفعل. أنا ما فيش حد هيعمل رد فعل عندي. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا بني آدم تكريم إيه؟ أم قال لك يا أخي في تكريم أكتر من أن الله خلق لهم الأشياء قبل أن يخلقهم. ده رتب لهم الكون قبل كده. خلق لكم ما في الأرض جميعا كل شيء مسخر لكم شمس وقمر ونجوم قبل ما تتوجدوا رتب لكم دي. يبقى إذا كل خلق الله قسمين قسم خادم وقسم مخدوم. أنت أيها الإنسان مخدوم من كل أجناس الكون حتى الملائكة لأنه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من إيه والمدبرات إيه أمر وبعدين يشوف الكون ده كله عمال بيعطيه. ولذلك احنا قلنا كان من الواجب على العقل المجرد عن إرسال رسول إنه يقف وقفة فكرية عشان يحل لغز الكون ده يحل لغز الكون. لأننا قلنا إننا بص في الكون ألاقيني في كون مخدوم من أشياء لا تدخل تحت قدرتي. الشمس ما دخلتش تحت قدرتي وبتخدمني والقمر ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني والهواء ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني والسحاب والمطر ما دخلش تحت قدرتي وبيخدمني والأرض عمالة تطلعني وما فيش دخل في قدرتي. أما كان من الممكن العقل إنك أنت تقول من الذي أعد لي هذه الأشياء هي في خدمتك وانت ما ادعتهاش ولا اللي قبلك ادعاه ما كنتش تقول طب بس مين اللي عملها؟ إذن فلا بد من وجود وقفة عقلية للعاقل انه يقول مين اللي كان. فإذا ما صاح صائح منك من الإنسان يعني وقال أنا رسول من الرب الذي خلق لكم كذا وكذا وكذا كان يجب أن ترهفوا أسماعكم لتسمعوا منه لأنه بيحل لكم لغز عقولكم واقفة فيه. وضربنا مثل قلنا الرجل اللي الطيارة وقعت به في صحراء ولا فيها أي حاجة أبدا فلم يجد شيء لا إنس ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة فغلبه النوم فنام وبعدين استيقظ كده فوجد مائدة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب وما وجدش حد عنده. بالله قبل ما يروح يأكل بعقله كده ما يقولوش مين اللي جاب الحاجات دي. إذن عقله كان يجب أن يشتغل. انت طرأت على الكون وكون عمال يخدمك وعمال بيخدمك وانه مش في قدرتك ولا تقدر توصل له ولا بيأتمر بأمرك بقى ما كنتش تقول مين اللي عمل ده. فإذا جاء لك رسول من نفسك من جنسك يقول لك أنا جاي من عند القوة اللي خلقت الخلق ده علشان أقول لك كان واجب أعرض عنه ولا أسمع له؟ ده هيحل لي لغز. هيحل لي إيه؟ لغز. ما دام هيحل لي لغز كان واجب إن أنا إيه؟ استمع له. لكننا اعرضنا عنه الا قليل من الايه من العباد. ولقد كرمنا بني ادم وحسبك. اختلفوا بقى التكريم. واحد يقول لك بالعقل وواحد يقول لك بالتمييز وواحد يقول لك بالاختيار واحد يقول لك بانه انسان مستوي القامه كده ما بيمشيش على اربعه زي البهايم واحد يقول لك مثلا انه له اصابع كده كويسه يزاوله بقى ادق الاشياء ومتركبة تركيبة كده ده طويل وده قصير بحيث لما يقدروا يعملوا كده يمسكوا إبرة. شو بقى يمسكوا إبرة. قولي ده تركيب دي تركيبة إيه دي
أم قال لك وكم واحد يقول لك لا ده من ضمن تكريمه إنه ما يأكلش ببقه كده زي المواشي، أمال يأكل يأكل بإيده. كل واحد لحظة ملحظ تكريمي، ملحظ تكريمي. أنا بقول حسب التكريم أن أطرأ على كون أعد لي والكون ده ملوش قطع غيار، عمال الشمس عمالة تدي والأرض عمال يدي وكل حاجة. هذه حاجة. وشيء آخر كنت أحب أن يلتفت إلي العلماء أن كل خلق الله إنما وجد من الله بكل كن إلا بني آدم. لما خلقت بيدي، هذه بقى العظمة، كل شيء خلق بكل، إنما الإنسان هو اللي إيه؟ خلقت إيه بيدي. كان يجب أن تحط لي دي اعتبار ولا تقول ليش أنت مخلوق بكل، إنما خلقت ده بإيدي. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قمة الفضل أن نخلق نحن أولا، أبونا خلق بإيه؟ بيد الله، بدليل ربنا جعلها حيثية لإيه؟ ضد إبليس. وكلمة على كثير ممن خلقنا علشان يعني يقول لك الملائكة بقى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ندعو كل أناس، الداعي هو المنادي والناس هم المدعوون. مش هنقول يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هنشوف الإمام بتاعه اللي هو الرسول. يا أمة محمد يا أمة عيسى يا أمة موسى يا أمة إيه إبراهيم. وإذا فسستها بقى تيجي كل داعي هدى قوم يبقى يدعى يا بتوع فلان يا اللي هداكوا علان. يا الله، دي علشان إيه؟ تغري الناس بأن كل واحد ينقل الفضل العلمية من نفسه إلى غيره، لأنه لما يبقى تابعه. وبعضهم قال بإيه؟ بإمامهم يعني بأمهاتهم، بإمامهم يعني بأمهاتهم. قال لك ده ليس، قال لك علشان إيه؟ ده تكريم لعيسى، تكريم لعيسى، وأيضا ستر على أولاد الإسم عشان ما يبقاش فيه فضاحة، ما يبقاش فيه إيه؟ فضائح. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. كل الكتاب بيمينه يقوم يقرأه، ومش بس يقرأه، يقول للناس ها قوم اقرأوا كتابية، لأنه بيجد فيه إيه؟ في كلام يسر أن يعلمه الناس. ولا يظلمون فتيلة. كلمة الظلم تنشأ من إيه؟ الظلم يعني ليه؟ الظلم هو أن تحب أن تأخذ من خير غيرك ما ليس لك. يبقى أنت عندك نقص في حاجة وعايز تظلمه تاخد دي عندك. طب وربنا إيه اللي عندك يا أخوة عشان هو ياخده؟ يبقى إذن إيه؟ مش ممكن يظلم. أنتوا تظلموا بعض، لأن ما فيش واحد منكم بيرضى باللي ربنا ادهله أو إلى آخره. إنما ربنا هيظلم ليه؟ هو عايز منك إيه؟ طب ده كله كلك هبة منه أنت وما إيه وما تملك. ولا يظلمون فتيلة. عادة الحق سبحانه وتعالى يضرب الأمثال في القرآن للمألوف عند العرب، والعرب ده كان عنده مثلا النخلة دي هي النخلة والناقة، يأكل اللبن ويأكل الإيه ويأكل التمر، وبعدين يجي له في النواة، النواة دي يقوم يجيب لها ثلاث أشياء يديله المثل به، يقول ما يملكون من قطمير. القطمير ده هو إيه؟ أنت عارف لما تأكل البلحة كده
تقوم تلاقي غشاء رقيق زي ورقة السجاير كده على النار بين الثمرة وبين النوال، وتجد في ظهرها نقرة كده، النقرة دي عند الحباء اللي فيها اللقاح، وفيه فتلة في البطن كده طوالي كده تشدها انت كده، اهي الفتلة دي اسمها الفتيل، والنقرة اللي في الظهر دي اسمها ايه؟ النقير، والبتاع اللي ملفوف فيها اسمها الايه؟ القطمير. ولذلك ايه؟ لا يظلمون فتيلة، يظلمون نقيرة، لا يملكون مش عارف شر ونقير، كل يبقى جابها من ايه؟ من نخلة. وبرضو لما جه يديني في السماء مثال للهلال يقول حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، زي بتاعة النخلة الصباطة لما تبقى قديمة كده تبقى مقوسة بهذا الشكل. المقابل اللي فأما من أوتي كتابه بيمينه كان يقولوا أما من أوتي كتابه بإيه؟ بشماله ما جابهاش دي. في آيات أخرى يبهي قال لك اللي أوتي كتابه بيمينه يحاسب حسابا إيه يسر وينقلب إلى أهله إيه هو مسرور، واللي أوتي كتابه بإيه بشمال فأولئك أصلا وادعوا صبورا. وبرضه يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فكذا، قال لي كتابه من وراء ظهره. الله، كل دي متقابلة، يمين ويسار، يمين وظهر، دي له دعاء وده له إيه وده له. هنا ما جابش حاجة، جاب كتابه بيمينه وحيقرأ الكتاب، وفي آية تانية قال حيدعو غيره لأنه هنا قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يبقى المقابل لأخذ الكتاب باليمين إيه؟ من كان في هذه أعمى، أدي المقابل. الله، يبقى إيه جاب المقابل؟ قال لك لأن اللي حيخليه يأخذ كتابه بيسار أنه كان أعمى في الدنيا، أنه كان أعمى، يبقى ذكر المسبب مرة وذكر السبب مرة أخرى ليلتقي السبب والإيه والمسبب. يبقى كأنه قال أما من أوتي كتابه بيمينه اللي حيقرأ كتابه ده يبقى كان إيه؟ مش أعمى في الدنيا، كان مبصر، كان عنده بصيرة. والتاني يبقى حذف من هذا ما يقابل هذا، وأما من أوتي كتابه يبقى كان أعمى في الدنيا. يبقى جاب السبب هنا مرة وجاب الإيه وجاب المسبب، ومرة لما يجيب السبب ويجيب المسبب بيسموه عملية احتباك. احتباك يعني ما يجيبهاش، يقولكش ومن اللي أخذ كتاب اللي أوتي كتابه بيمينه كان بصيرا في الدنيا، واللي أخذ كتابه بيمينه كان أعمى. يجيب سبب هنا ومسبب هنا، وانت إيه تجيب السببين على بعض. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ما هو العمى أولا؟ العمى يقابل البصر، ومعناه حجب الأداة الباصرة عن إدراك المرائي، هذه العمى. لكن هل كان الكافرون عميا في الدنيا؟ يبقى إذن لا، مش العمى المقصود، العمى إيه؟ عمى البصر، لأن أغلبهم نايم في أنجيلا ويمكن أن أدي كده. طيب ما يبقى إيه؟ قال لك بصيرة، أعمى بصيرة ليه؟ أم قال لك لأن البصر بتاعه بيهديه إلى ماديات الحياة. إحنا قلنا أن البصر بيدرك به الإنسان آلة من آلات الإدراك، لأن آلات الإدراك للنفس البشرية كثيرة، سمع، بصر، شم، ذوق، لمس، حاسة العضل، حاسة البين، كل دي أداة إيه؟ إدراك، فكر، كل دي الحواس الإدراكية التي يبتدئ الإنسان فيها في الدنيا لأخذ المعلومات منها. أول ما يأخذ حاجة يأخذها بالسمع، وبعدين بالبصر، وبعدين يأخذ بالشم، إلى أن تتكون عنده الإيه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب عشان نعلم يا رب، قال جعل لكم بقى السمع والأبصار والأفئدة لعلكم إيه تشكروا. إذن السمع والأبصار والأفئدة هي وسيلة الإيه؟ العلم، العلم النافع اللي كان يجب حين تعلم أن تشكر الذي أعطاك آلة الإدراك لتعلم إيه؟ لتعلم بها. فاللي أعمى ده محجوبة منه المرائي، قلنا دي مش مقصود في الدنيا، وإنما المقصود هو أعمى إيه؟ البصيرة. ليه؟ قال لك لأنه هو مفتح العينين فشاف فيه ماديات حياته،
ايه الحاجات اللي عايز يمشي فيها؟ قلنا بقى ان الانسان علشان يمشي في الحياة يبقى لازم يكون البصر بتاعه موجود علشان لا يصطدم باقوى منه فيحطمه الاقوى، ولا يصطدم باضعف منه فيحطم هو الاضعف. يبقى علشان يمشي على هدى يعمل ايه؟ يبقى لازم له بصر عشان يشوف اللي اضعف منه ما يحطموش، واللي اقوى منه ما يخليش يحطمه. طب دي موجودة عندهم. قال لك ايه؟ ولان دي من مقومات ايه؟ عطاء الربوبية للانسان. لكن اعطى اشياء اخرى. ايه الاشياء الاخرى؟ اللي هي مسائل بصيرة القيم. بصيرة القيم بقى، بصيرة القيم دي اللي تأتي من منهج الله سبحانه. فهم في الدنيا كانوا مفتحين وعينهم كويسة، انما بصيرتهم ما عندهمش، يعني عارفين ماديات الحياة وإبصارها، ولكنهم لا يعرفون إيه آلات القيم التي نأخذها جميعا من منهج الله. طب من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، يعني برضو هيبقى إيه؟ أعمى بصيرة. تقول له لا، أصل البصيرة مش مطلوبة في الآخرة، ده البصيرة مطلوبة في الدنيا عشان هيترتب عليها عمل، ده يبقى أعمى بصر بقى. فاللي كان أعمى بصيرة في الدنيا يبقى أعمى إيه؟ أعمى بصر. ولذلك حيقول هناك إيه؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى. نحشره يوم القيامة، يبقى أعمى هنا إيه بقى؟ عشان ساعة ما يجي ساعة الحشر كده وساعة الفزعة من القبور يطلع يبقى. وبعدين آية قال في تانية إيه؟ ونحشرهم إيه؟ عميا وسما وبكما وصما. الله. يبقى لكن في ايات تانيه في القران تدل على انهم هيبقوا مفتحين مش عم. حتى اذا راوا ما يوعدون وراى الايه المجرمون فظنوا انهم واقعوها. الله. يبقوا هيشوفوا. قال لك اذا لهم موقفين، عمى بصر ساعه ما يقوم الرفز عشان تبقى نهايه الاسلام، مش عارف متخبط، ولو عارف يروح هنا ولا عارف يسمع من واحد كلمه ولا ايه اللي جرى ولا يتكلم ولا يسمع، منتهى الحيره. لكن بعد ما يتجلى هذا الموقف يكشف الله عنه الغطاء فيصير حد البصر ويشوف الايه النار. وراى المجرمون النار فظنوا انهم ايه واقعوها ولم لازم يشوفها. يبقى له حالتين. ولذلك برضه هذه الايات برضو المستشرقين خاخدوا عايز حبوا يعبثوا فيها. أم قال لك القرآن يقول حنحشرهم عمي، وبعدين يقول وراء المجرمون الايه النار فظنوا انهم ايه مواقعوها وبيشوفوها هم. ما فهمش ان في حالتين، ساعة الحشر والقيام يبقى عم، عشان يبقى ايه فيه الهول عظيم، شايف هول كبير قوي ولا هو عارف، لا شايف حاجة ولا سامع ولا بيتكلم يقول يا ناس ايه اللي جرى ولا يسمع ايه اللي بقى. ما فيه ادي حيرة ولا مش حيرة. وبعدين بقى يفوق يبقى يشوف انها مواقع الايه مواقع الجزاء. طيب كلمه اعمى هنا وكلمه اعمى هنا، قال لك فيه الفاظ في اللغه اللفظ واحد لكن المعنى يختلف باختلاف السياق. ازاي مثلا؟ طيب هو بيقول فمن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى، وبعدين قال واضل، يبقى هو كان في الدنيا ضال ولكن في الاخره يبقى ايه اضل. يبقى إذن أعمى هنا لازم تاخد أعمى عن الدنيا، أعمى عن عمى الدنيا، يبقى هنا تفضيل، يبقى هنا وصف وهنا إيه وهنا تفضيل. زي كلمة خير تقول هذا خير ومقابله شر، إنما هذا خير من هذا، واحد فيه خير بس الثاني أكثر شوي. الله. إذن كلمة خير واحدة إما أن تأتي وصفا وإما أن تأتي تفضيلا، تأتي وصف وتأتي إيه تفضيلا. الله الحق سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ المؤمن القوي خير واحب من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى خير هنا معناها ايه؟ انه زائد هنا. كذلك اعمى هنا بقى، يبقى هو في الدنيا كان اعمى بصيره، هو في الاخره اشد عمى من عمى الدنيا. واشد عمى تيجي ازاي بقى؟ ما هي البصيره كانت متلمسه هناك، تبقى البصر هنا متلمس ايضا. يبقى البصر هنا ايه؟ ما دام اعمى، مش كلمه اعمى مش وصف بقى، تبقى تفضيل عن عمى مين؟ عن عمى الدنيا. عمى الدنيا كان اعمى ايه؟
كان أعمى بصيرة. قال ده هو هنا أعمى عن عمل إيه؟ أكثر من عمل إيه؟ الدنيا. ليه؟ لأنه فقد اللي كان معتز به الأولاني، يبقى فاقد إيه؟ فاقد البصيرة هناك، وهيبقى أشد عمى من فقد البصيرة، وهو فقد الإيه؟ وهو فقد الإيه؟ فقد البصر. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. طب وأضل ليه؟ طب هو كان ضال وهنا أضل ليه؟ أم قال لك لأن ضلاله في الدنيا كان من الممكن أن يتداركه اختياره بأنه يرجع تاني يبقى كويس، إنما هنا الضلال ما فيش فيه إيه؟ ما فيش فيه تدارك، يبقى أضل ولا مش أضل؟ يبقى أضل. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. برضو خبيثة من خبائسهم مع رسول الله. هذه الخبيثة تقول أنهم كانوا يحاولون جادي أنهم يعملوا إيه؟ أنهم يصرفوا رسول الله عما بعثه الله له. فمر قالوا له دع آلهتنا نتمتع بها سنة وناخد الغنائم بتاعتها وتحرم لنا بلدنا اللي هم سقيف، وإحنا زي ما حرمت مكة. ومرة يقولوا له لا تستلم هذا الحجر، يقفوا له عند استلام الحجر يقولوا ما تستلمش هذا الحجر حتى تستلم آلهتنا. لا يفتنونك أي لا يحولونك، وإن كادوا يعني قرب، كاد يعني معناها إيه؟ قرب. وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتن. ما قالوش ائت بالقرآن غير هذا أو بدل. يوم الحق يرد يقول إيه؟ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا بتبع اللي يوحى إلي، إن فعلت يبقى عصيت ربي ويبقى لي عذاب يوم العظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا. الله. طيب وإيه؟ الله سبحانه وتعالى يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه بده يتحمل عنه الموقف. هم بيفوضوا على شيء مش عايز يقول إن هو متربس وياكم، ده اللي بخليه فيه. فإله المسألة من المعداوة له إلى مين؟ إلي عن ذلك. ولذلك يقول إيه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما إيه؟ ولقد نعلم أنهم يكذبون. يا شيخ هم ما بيكذبوكش، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت ما أنت مصدق عندهم وصادق وأمين وكل حاجة، ولكن المسألة منقولة لمين؟ منقولة عن ذلك. يبقى بده يتحمل إيه؟ عشان إن وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضدهم ولا يعملش حتى ما يحملوش الضغينة له، ما يحملوش الضغينة للرسول، يبقى المسألة من عند مين؟ من عند الله. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا إيه؟ عمرا من قبل. نشوف هنا بقى، احنا ساعة ما تشوف كاد في الأسلوب يفهم أنها المقاربة، والمقاربة غير الفعل. المقاربة مشروع فعل، تفكير في الفعل، إنما ما حصلش الإيه؟ ما حصلش الفعل. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. إيه؟ قربوا إيه؟ أن يفتنوك عن الذي أوحينا. يبقى ما فتنوش، لأن المحاولات كده من بره لبره كده، وبيجيبوها له سيرة إيه؟ يبقى كذا سنة وإحنا سنة. وإن كادوا ليفتنونك عن الإيه؟ عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا إيه؟ لتفتري علينا إيه؟ غيره. الحق سبحانه وتعالى يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف موقفا اللازم للدعوة، لا على أن يكون حريصا على أنهم يبتدوا يقولها ويبتدوا ولا ما تدوش. أنت عليك البلاغ، إحنا علينا الحساب، لأنك أنت بتحمل نفسك أكثر مما نطلبه منك. إحنا بعتناك رسول مبلغ، ومدام بعتناك رسول مبلغ يبقى ما عليكش أنك أنتم يبتدوا بالفعل، فقف منهم الموقف. انت هم بيعوزوا يتفاوضوا وياك وبتاع عشان يامنوا بيك، عنهم ما امنوا، لان الايمان لصالحهم هم مش لصالحك انت. انت مرسول للبلاغ، احنا اللي علينا الحساب. كل ده فلعلك باخع نفسك الا ايه؟
أن لا يكونوا مؤمنين. قل له أنا لو عايزهم ينقهروا إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني لو عايزهم ما يقدروش يكفروا، إنما أنا سايبهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، علشان يبقى جاي بالإيه؟ جاي للإيمان باختياره هو. وإلا فكل الكون مؤمن بالله، كل الكون مسبح، كل الكون حامد، الكافر أبعاده حامدة، الكافر أبعاده مؤمنة، كل دي. إنما المراد الذي جعله الله للكافر على أعضائه هو اللي بيخليه يبقى كافر. إنما كل حاجة لو ربنا عايزهم فلعلك باخع نفسك على أثر إن لم يؤمنوا بهذا العزيز إيه؟ أسفة. لا مالكش دعوة أنت بالحكاية دي. وإلى لقاء.